ما الذي يجعل ترامب يؤمن أنه قضى على تنظيم داعش، أم أن يجب مواجهة هذا الفكر بفكر آخر؟ هناك أكثر من مؤشر. يعني داعش قبل فترة قصيرة كان هناك انقلاب على البغدادي نفسه، فهذا مؤشر على أن النظام يتهاوى. عدد السجناء يعني الأكراد أعلنوا أنه لا يوجد سجون كافية لمن استسلموا من مقاتلي داعش، تعدوا 1000 أو 800 أو إلى وصلوا إلى 1100. فهذا ما دعا الرئيس الأمريكي ترامب أن يدعو الدول الأوروبية لأخذ المقاتلين الأجانب مع داعش. إذن يمكننا القول أن داعش بدأت تتهاوى، كانت في مرحلة باقية وتمدد، صارت ثانية وتتبدد، الآن جميع حلفائها عنها يتصدد، يعني ما عاد أحد يبيهم، لدرجة أنه حتى الأكراد وهم سجناء لديهم يحاولون التخلص منهم. فنعتقد أن هذا هو الفصل الأخير في مشهد داعش اللي تعرضنا له في الخمسة